السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هناخد ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة. أول حاجة هناخدها زي ما خدنا المرة اللي فاتت الجمع والطرح، وعرفنا خواص الجمع والطرح. هناخد النهاردة الضرب والقسمة ونعرف خواصهم. بس أول حاجة هناخد قاعدة الإشارات بقى في الضرب. أول حاجة قاعدة الإشارات يبقى دي في حالة الضرب. أول حاجة لما نيجي نضرب أعداد صحيحة، لو كانت أول حاجة موجب، موجب في موجب، أنا موجب في موجب بيدينا إيه؟ موجب. طب ايه سالب في سالب؟ سالب في سالب هيدينا ايه؟ برضو موجب. طيب ايه تاني؟ لما يكون دول اشارات شبه بعض، ربط موجب في موجب هيدينا موجب، سالب في سالب هيدينا ايه؟ برضو موجب. طيب تاني حاجه لو الاشارات كانت مختلفه، يعني انا عايزه اضرب موجب في ايه؟ في سالب، موجب في سالب بيدينا ايه؟ سالب. طب سالب في موجب، سالب في موجب بيدينا ايه؟ سالب. اول حاجه عندي قاعده الاشارات، قاعده الاشارات في الضرب. طيب هنشوف بقى مع بعض خواص عملية الايه؟ الضرب دي. خواص عملية الضرب زي هناخد الخمس خواص اللي احنا اخدناهم في الجمع والطرح ونشوفهم بيتحققوا هنا ولا لا. أول خاصية عليها قلنا ايه؟ خاصية الانغلاق. الانغلاق كانت بتقول ايه؟ لكل ألف وباء تنتمي لصوت. لازم اعداد صحيحه. لا هلاقي ان الالف، هل الالف في الباء ده هينتمي لصاد؟ اه ده شرط اساسي. اي اعداد هناخدها بقى، لو انا خدت 2 وسالب 3 بينتموا لصاد. طب هل حصل الضرب بتاعهم ب 2 في سالب 3 ده هينتمي لصاد؟ ايوه نعم. ليه؟ لان 2 في سالب 3 قلنا موجب في سالب، خدنا لسه قلناها في القاعده اللي فاتت. 2 في سالب موجب في سالب بايه؟ بموجب، موجب في سالب بسالب، يبقى سالب كام؟ سالب 6. يبقى سالب 6 ده فعلا ينتمي لصوت. طيب بعد كده الخاصيه اللي بعديها خاصيه الايه؟ الابدال. خاصيه الابدال، الابدال دي اول حاجه برضو الاعداد اللي هي الالف والباء لازم ينتموا لمين؟ ينتموا لصوت. يعني يقول لك ايه بقى؟ هل ان الالف في الباء هتساوي الباء في الالف؟ اه. طب تعالى نجرب اعداد، اي اعداد وليكن 5 وسالب 3، هل هما 2؟ هل 5 في سالب 3 هي سالب 3 في 5؟ اه. موجب في سالب بسالب 5 في 3 ب 15، هي سالب برضه في موجب بسالب 3 في 5 هي ب 15. يبقى فعلا خاصيه الابدال بتتحقق عندي ان الف ب هي ايه؟ ب في الف. طيب خاصيه رقم 3 اللي هي اسمها خاصيه الدم. خاصيه الدم، الدم ده كانت من 3 عناصر، الالف والباء والجيم، لازم ينتموا لصوت. هيقول لك ايه؟ هيقول لك هل ألف في ب مع بعض لو دمجتهم وضربتهم في الجيم هيساوي الألف ده لما أضربه الب في الجيم الأول وبعدين أضربه في الألف؟ هنشوف مع بعض. وليكن عندي 3 أعداد، الأعداد هي 2 و3 وسالب 4. تعال نجرب كده الأعداد دي معايا. الاتنين في 3 في سالب 4 هي 2 لما اضربها في 3 في سالب 4، اخد 3 في سالب 4، نجرب 2 في 3 في 6، 6 في سالب 4، هنا 2 في 3 في سالب 4 بكام؟ سالب 12، 6 في سالب 4 في سالب ايه؟ 24، عشان ده موجب في سالب، بسالب 6 في 4 ب 24، يبقى ده طلع سالب 24. طب هنا موجب برضه في سالب، موجب في سالب بسالب بسالب، 2 في 12 ب 24. يبقى فعلا خاصيه الدم دي متحققه عندي. طيب ده في ايه؟ خواص عمليه الضرب. طيب رابع حاجه عندي اسمها المحايد. يبقى رقم 4 ده المحايد الضرب. احنا خدنا قبل كده وقلنا المحايد الجمع كان الصفر، يعني لو جمعت اي حاجه مع الصفر ده نازل، يعني صفر زائد 5 هي ايه؟ 5. طيب المحايد الضرب بيقول لك هو ايه؟ هو الواحد. يبقى الواحد الصحيح ده في عمليه الضرب ده عنصر محايد. ازاي؟ يعني لو ليكن عندي عدد الف بينتمي لصوت ده، لو ضربته في واحد هي لما اضرب الواحد ده في الالف وده كله هيساوي الف. ازاي؟ لو انا خدت سالب 7، العدد اللي انا عندي ده اسمه سالب 7، ضربتها في الواحد هي لما اقول واحد في سالب 7، اه ده سالب 7 في واحد ادينا سالب 7، واحد في سالب 7 ادينا برضه سالب 7، يبقى الواحد ده ما بيأثرش، عشان كده بقول لك هو اسمه عنصر محايد، ما بيأثرش في عمليه الضرب. زي ايه؟ محايد الجمع، الصفر ما بيأثرش في عمليه الجمع. طيب بعد كده رقم 5
اسمها خاصية مهمة جدا، اسمها خاصية التوزيع. توزيع إما توزيع الضرب على الجمع أو توزيع الضرب على الطرح. وليكن عندي أعداد مثلا عايز سالب 2 في 3 زائد 5، دي اسمها خاصية، دي تيجي دايما في الامتحان ويقول لك استخدم خاصية التوزيع. ده هنا بوزع الضرب بوزعه على الجمع. طب بنوزعه ازاي؟ يقول لك انت بتاخد اللي بره القوس ده عندك هنا السالب 2، السالب 2 دي مالها؟ هنضربها مره في الثلاثه، والسالب 2 دي مره هنضربها في الخمسه، عشان كده اسمه توزيع بوزع. يبقى هقول بيساوي سالب 2 في 3 زائد تنزل العلامه هنا زائد سالب 2 مره كمان في كام؟ في 5. يبقى انا كده عملت عمليه توزيع واطلع ناتج كل واحده واطلع ناتج اللي عندي. طيب اول حاجه عندي سالب 2 في 3 سالب كام؟ سالب في موجب بسالب 2 في 3 بكام؟ ب 6 سالب 6 زائد سالب 2 في 5 هيطلع عندك سالب 2 في 5 بكام؟ ب 10. طيب سالب 6 زائد سالب 10. طب ده الاشارات، هنرجع على الحساب اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت في الجمع. الاشارات سالبه الاثنين نفس الاشاره، هنزل الاشاره عندي وهرجع 6 زائد 10 كام؟ هيديني ايه؟ سالب 16. يبقى دي اسمها خاصيه توزيع. توزعت لان هوزع اديك عدد الضرب على الجمع او الضرب على الطرح. الضرب بقى لازم اكون حافظه قاعده الاشارات. طيب بعد كده هناخد بقى خواص عمليه الاسم. واحنا كده عرفنا عمليه الضرب، هناخد خواص عمليه الاسم. خواص عمليه القسم. لو نلاحظ اول خاصيه عندي اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي خاصيه الانغلاق. الانغلاق دي كانت بتقول لازم ألف وب دول ينتمي لصاد. هل ألف على ب ده هينتمي لصاد؟ هنجرب مع بعض أعداد. لو أنا قلت عندك أعداد زي الأربعة والسالب 2 هما فعلا ينتموا لصاد، طيب هل اللي لما أجي أقسم الألف على ب ده هينتمي لصاد؟ لما أقسم 4 على سالب 2، 4 على سالب 2 هيديني كام؟ سالب 2، عشان موجب على سالب يبقى 4 على سالب 2 بيساوي سالب 2 هينتمي لصاد. طب هل هو في كل الاعداد الناتج بتاع القسم ده هينتمي لصاد؟ لا، ممكن اعداد عندي تخلف. ازاي؟ طب لو انا خدت اعداد ثانيه زي السالب مثلا 3 وخدت ال 6 هما فعلا هينتموا لصاد، لكن لو انا جيت اقسمهم سالب 3 الالف على ب على ال 6 هيديني سالب نص. طب هل السالب نص ده هينتمي لصاد؟ قال لك لا، ده عندك كسر، وانا قلت دي اسمها اعداد صحيحه، يبقى ده مش هينتمي لصاد. يبقى هي دي عمليه غير مغلقه. يبقى الانغلاق بدل ما تحققش على واحد يبقى هي فعلا عمليه الانغلاق ده مش هيتحقق في عمليه الاسم. طب لو احنا استخدمنا تاني حاجه الابدال، الابدال ده كان بيقول برده لازم تكون الاعداد اللي عندي اللي هي دي تنتمي لصاد، عشان اشوف هل الالف على الب هي هي الب على الالف. طب تعالى نشوف مع بعض اي اعداد عندي، الثلاثه والايه؟ والسبعه. طيب التلاتة والسبعة لو أنا عايز دول فعلا بينتموا لصاد، طيب هشوف الألف على الباء يعني التلاتة على السبعة، هل هي هي تساوي سبعة على التلاتة؟ لا طبعا لا تساوي، يبقى معنى كده إن الألف على الباء لا يساوي الباء على الألف، يبقى هي عملية ليست إيه؟ ليست إبدالية. طب لو أنا بصيت كمان في الدم، لو بصيت في الدم عليها هي ليست دمية، يبقى مش هلاقي عندي ولا خاصية بتحقق في عملية القسمة من خواص اللي انا خدتها، ولا انغلاق ولا ابدال ولا دمج ولا في معكوس ولا في عنصر محايد في عمليه القسمه، مفيش ولا خاصيه بتتحقق فيها زي الضرب. لكن الضرب الخواص كلها بتتحقق فيها زي الجمع، يبقى الضرب والجمع الخواص بتتحقق، لكن القسمه والطرح الخواص ما بتتحققش ايه عليه. طيب تعال مع بعض كده نبص في تدريبات الكتاب. اهي التدريبات، اول حاجه يبقى تاني هراجع بقى على قاعده الاشارات اللي انا قلتها النهارده، قاعده الاشارات في حاله الضرب وقاعده الاشارات في حاله الاسم. طيب في حاله الضرب لسه قايلين موجب في موجب بيساوي ايه؟ موجب. سالب في سالب بيساوي ايه؟ برضه موجب. لكن هنا لما يكون الاشارات مختلفه، موجب في سالب بيساوي ايه؟ سالب، وسالب في موجب بيساوي ايه؟ بيساوي سالب. طب في القسمه زي الضرب بالظبط، يعني لو قسمت موجب على موجب هيلاقيه بيساوي موجب، لو قسمت سالب سالب على سالب هنلاقي بيساوي ايه؟ برضه موجب. طيب لو انا الاشارات بقى مختلفه زي الضرب بالظبط، انا قلت موجب على سالب، موجب على سالب هيديني ايه؟ هيديني سالب. طب لو قلت سالب على موجب هيديني ايه؟ هيديني سالب.
قاعده الاشارات في الضرب والاسم زي بعض. يبقى لو كان الاشارات زي بعض موجب، اتنين كل اتنين اشارات متوحده، يبقى الناتج عندي موجب. في الاسم برضه لو الاشارات زي بعض يبقى الناتج ايه؟ موجب. لكن لما تختلف الاشارات يبقى الناتج هيبقى ايه؟ سالب. طيب بص مع بعض كده، اول حاجه بيقول لك اوجد ناتج ما ياتي. سالب 131 في سالب ايه؟ 3. اول حاجه هضرب مع بعض، سالب ايه في سالب ايه؟ بموجب. يبقى عندي الاشاره هتبقى هنا موجب ما بكتبوش. هضرب بقى 131 في 3 هلاقي طلع معايا 393. طيب بعد كده عايز اضرب 5 في سالب 4، 5 دي موجب في سالب في سالب، 5 في 4 بكام؟ ب 20. يبقى انا عندي الناتج ايه؟ سالب 20. سالب 8 في 1، سالب في موجب بسالب، 8 في 1 بكام؟ ب 8. سالب 9 في ايه؟ في موجب ايه؟ 7. سالب في موجب بسالب، 9 في 7 بكام؟ ب 63. صفر في اي حاجه بايه؟ بصفر. طيب بعد كده خلي بالك 2 سالب ورا بعض خدناها المره اللي فاتت في الجمع، سالب في سالب بموجب. اي اشارتين سالب ورا بعض يتقلبوا موجب على طول. يبقى كانها 6 في سالب 2، يبقى 6 في سالب 2 يبقى اصبحت موجب في سالب بسالب، 6 في 2 بكام؟ ب 12، يبقى سالب 12. بعد كده برضه بيقول لك اوجد الناتج، برضه نفس اللي فاتت، هضرب موجب في سالب بسالب، اضرب الاعداد مع بعض، 1 في 4، 5 في 4 20، يبقى سالب 204. هنا سالب في سالب بايه؟ بموجب. طيب الموجب ما بيتكتبش، 100 في ايه؟ في 31، هتلاقيها طلعت معايا 3100. طيب برضه هي نفس الحكايه، سالب ورا سالب، وده موجب، العدد ده يعتبر موجب، وده سالب ورا سالب، ده موجب، ده موجب في موجب وموجب، 5 في ايه؟ في 11، 55. بعد كده بيقول لك اوجد خارج القسمه في الحالتين الاتيه وماذا تستنتج؟ بيقول لك 35 على 5 ايه؟ على 5 في 7، طب انا عايز اطلع الناتج ده، يبقى 35 على 5 على ايه؟ على 7، ممكن اكتب دي 5 على 7 كده. طيب انا عايز اقسم اطلعها، احنا فاكرين قبل كده في سنه 5 لما نيجي نقسم صوره كده، دي 35 على ايه؟ العدد اللي بيتقلب لي فيه 7 على كام؟ على 5، هختصر هلاقي الناتج معايا طلع 49، يبقى ده الناتج ده الاولاني ده ايه؟ 49. طب هاجي اشوف هنا 35 على 5 ده عادي ينفع اطلع لي عدد صحيح على طول، 35 على 5 وبعدين هقسم على 7، يبقى 35 على 5 في 7، 7 على 7 في 1، طب ده 49 ده طلع 1، رغم ان هما نفس الارقام. طب احنا بنستنتج من دي خاصيه ايه؟ احنا واخدينها في القسمه دي اسمها خاصيه الدم، صح؟ مش انا كنت بقول دي اسمها خاصيه الدم. عايز اشوف هل لما اقسم 35 على 5 على 7 هي تساوي لما اقول 35 على 5 على 7، احنا جربنا هل الاثنين طلعوا نفس الناتج؟ لا، لا يساوي. يبقى نستنتج ان ايه؟ ان عمليه القسمه مالها غير دامجه. يبقى نستنتج ان عمليه القسمه ايه؟ غير دامجه. طيب بيقول لك وجود قيمه س سهله جدا، 5 ضربت في كام؟ تدينا 45، العدد موجب يبقى كده 2 ده موجب في موجب، يبقى 5 في كام؟ 5 في 9. طيب سالب 3 سالب، اكيد العدد ده موجب عشان اكيد العدد ده سالب، ليه؟ لان الناتج طلع موجب، عشان سالب 3 في كام؟ سالب في سالب هيدينا موجب، يبقى سالب 3 في سالب ايه؟ في سالب 9، اديني 27. بعد كده برضو ده سهل لسه عاملين زيه، عايز تشوف القسمه دي ممكنه ولا لا؟ ده السؤال بقى المهم اللي بيجي في الامتحان برضو اللي احنا لسه واخدينه، هو خاصيه التوزيع، بيقول لك عايزهم طريقتين. طيب تعالى نشوف مع بعض رقم أ كده هنحله ازاي؟ بيقول لك ايه؟ سالب 4 في فتح كده قوس 4 زائد سالب 1، وعايز ايه؟ أول حاجة بشوف في ضرب وفي جمع، يبقى أعرف كده إن دي اسمها ايه؟ خاصية توزيع الضرب على الجمع. طيب أنا هوزع ازاي دلوقتي؟ زي ما أنا كنت لسه قايلة بوزع باخد ده أضربه مرة هنا ومرة ايه؟ هنا، يبقى سالب 4 هضربها مرة في 4 زائد السالب 4 دي هضربها في كام؟ سالب 1، واطلع ايه؟ سالب 4 في 4 سالب في ايه؟ في موجب بسالب 16، سالب في سالب بموجب، يبقى الاشاره بقت زائد دي نازله عندي سالب في سالب ايه؟ بموجب، يبقى 4 في 1 بكام؟ ب 4، هلاقي طلع معايا كام؟ سالب 12. دي اول ايه؟ طريقه. طب الطريقه الثانيه هنجيبها ازاي؟ طيب يبقى الطريقه الثانيه ان انا هعملهم بقى من غير توزيع، ازاي؟ انا هكتب سالب 4 في فتح قوس كده 4 زائد سالب 1، هطلع هجمع اللي جوه الاقباس الاول وبعدين اضربه في سالب 4، يعني هجيب سالب 4 في 4 موجب زائد سالب 1، اشارات ايه؟ مختلفه،
يبقى هجمع، يبقى هطرح وانزل الشرط الكبير موجب، يبقى 4 في 4 1 كام؟ 3. بعد كده سالب 4 في موجب 3، سالب في موجب بسالب 4 في 3 بكام؟ 12. يبقى برضه سالب 12 يبقى الناتجين طلعوا نفس الناتج. يبقى هنا استخدمت له التوزيع، او ان انا استخدم ان انا اجمع الاول وبعد كده الناتج اللي يطلع عندي موجب الاقواس هضربه في السالب 4.